صرح العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بأنه تنفيذا لقرار معالي وزير الداخلية رقم 113 لسنة 2018 بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فقد تم فتح باب التقدم للحصول على ترخيص لتقديم خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، ونوه بأنه على كل شركة ترغب في الحصول على الترخيص التقدم بذلك. سيتم منح الترخيص وفقا للضوابط التي نص عليها القرار. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب خالد بوكيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور. بعد التحية، طبعا الفائدة المرجوة، نسأل عن الفائدة المرجوة من تحويل فحص المركبات إلى القطاع الخاص. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم الاستضافة. طبعا هذا المشروع جاء أولا ليتواكب مع رؤية مملكة البحرين 2030، خاصة في التحول من التشغيل إلى التنظيم بالنسبة للقطاع الحكومي. نعم. ثم ننوه أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا الدعم المباشر من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظ الله ورعاه، وموافقة مجلس الوزراء الموقر، وإشراف مباشر وحثيث من سيدي صاحب معالي وزير الداخلية. وقد تكون الفائدة المرجوة الأكبر لطالبي خدمة الفحص الفني من الجمهور أصحاب المركبات، خاصة ستكون مراكز الفحص كثيرة وموزعة على مناطق مملكة البحرين، وبالتالي ستكون قريبة منهم ذات جودة عالية وتلبي حجم طلب خدمة الفحص الفني، وبالتالي أصحاب المركبات لن يلاقوا عناء القدوم لدار عام المرور وانتظار في طوابير لفحص مركباتهم، بل ستكون هذه الخدمات متوفرة في المراكز. نعم، هل بالفعل تسلمتم طلبات حاليا؟ وإن كان ذلك قد حصل، هل هناك تاريخ محدد لانتهاء فترة التقديم؟ ليس هناك وقت محدد، لأن التقديم هو بمفهوم الترخيص. نعم. بالتالي بإمكان أي شركة تقدم في أي وقت، ولله الحمد هناك من إعلان لم يتعدى يوم. نعم. من الإعلان هناك إقبال وعدد كبير من الشركات تقدمت للحصول على دليل المتطلبات والشروط الفنية اللي سيرشد هذه الشركات في كيفية تقديم مشروعهم وبالتالي منشآتهم ومرافقهم والحصول على الموافقة المبدئية للبدء في المنشآت والمرافق لحين حصولهم على الترخيص النهائي ومزاولة النشاط إن شاء الله. هل سيبقى قسم الفحص الفني موجودا في الإدارة؟ في الوقت الحالي سيظل طبعا. نعم. لحين اكتمال منشآت وانتظام عملية الفحص في القطاع الخاص، ثم سيتم إعادة النظر في تقديم الخدمة لإدارة عام المرور، بس حاليا سيتم الخدمة المتزامنة في القطاع الخاص وفي الإدارة العامة للمرور لحين إعادة النظر وانتظام الخدمة نفس ما بينت في القطاع الخاص إن شاء الله. نعم، النقيب خالد القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.